الحدا أيضا أكدت من جانبها أن الأخذ بثأر أبناء الشعب من العدوان الغاشم واجب يحتم على كل القبائل اليمنية. نتابع. قبائل الحدا التي قدمت قوافل من الشهداء في معارك الانتصار للوطن ضد العدوان الغاشم ها هي اليوم تجدد التأكيد على مواصلة دورها النضالي وتلتحق بصف القبائل اليمنية لتعلن النكف والنفير استجابة لنداء قبائل خولان وسنحان التي دعت للثار لجريمة الصالة الكبرى وغيرها من المجازر التي ارتكبها العدوان. إن أبناء الحدا اليوم الذي احتشدت إلى هذا الميدان إلى ميدان الشرف والبطولة، فنحن بالدعوة أبناء قبائل خولان وسنحان بشب النفير، فنحن مستعدين في أي وقت، وأن أبناء الحدا تحت توجيهات الزعيم علي عبد الله صالح. الحدا اليوم تجتمع بهذه الجمع الكبير تلبية لهذا النداء الوطني، تلبية للنداء القبلي لقبيلة خولان وسرحان، وستقدم الغالي والرخيص من أجل هذا الوطن. قبائل الحدا أكدت أن الأخذ بثأر أبناء الشعب اليمني من العدوان الغاشم واجب يحتم على كل القبائل اليمنية أن تشارك فيه وصنع الانتصار لهذا الوطن الذي تعرض أبناؤه خلال أكثر من 18 شهرا للقتل والتنكيل والحصار. التقت اليوم قبائل الحدا بهذا الحشد العظيم، الحشد الكبير، تصميما منهم على النكب ضد العدوان الذي تمادى في جرائمه. نقول لهم نحن ها هنا صامدون وها هنا قادمون، وإن شاء الله طالما والرجال هذا موجودة فلا خوف على اليمن، وطالما وإحنا نرهن الإشارة للزعيم القائد علي عبد الله صالح. تلبية لدعوة الزعيم علي عبد الله صالح، وتلبية لقبائل خولان وسنحان، وتضامنا مع الجيش واللجان الشعبية، نحن لن نتنازل عن قطرة واحدة من دم يمني. أبناء الحدا أدانوا صمت المجتمع الدولي على ما يرتكبه العدوان من جرائم بحق أبناء الشعب اليمني، والتي ترتقي إلى جرائم الإبادة الجماعية، داعين المجتمع الدولي إلى سرعة إيقاف العدوان السعودي وفك الحصار ومحاكمة العدوان السعودي على ما يرتكبه من مجازر بحق أبناء الشعب اليمني. أبناء الحدا الذي عرفوا بمواقفهم الوطنية في مختلف مراحل الدفاع الوطني هم اليوم يدعون لنصرة الوطن والتصدي للمعتدين والغزاة. عبد الكريم النهاري لقناة اليمن اليوم، محافظة الدمار. وفي ذات السياق